هذه لقطات لجلتة الذباحية والواقعة في ملهم. هذه الجلتة من أجمل الجلات في نجد. لا زال الماء ينساب بين هذه الصخور في هذا المنظر الأخاد. استمع إلى خرير الماء هنا. لاحظ صفاء الماء في هذه الجلتة. هذا اليوم هو يوم الجمعة السابع من شهر ربيع الأول عام 1437 هجرية، وقد غربت الشمس هذا اليوم. يا كم في طويق من خبايا يا ابو عبد الله. منين ينزل له؟ من فوق منك.